السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بفيديو محترم جديد 3-3 على خريطة وايلد فليم 50,000 ما بين الفريقين. ولكن قبل ما نشوف الفرق حابب اقول لك انه الجيم متعة خالصة من الدقيقة الاولى حتى الدقيقة الاخيرة من الجيم الخرافي تبع اليوم، فرجاء اترك لايك اذا عجبك الفيديو وشاركنا رأيك بقسم التعليقات وجزاك الله الف خير. التيمات الجاهزة بجيش تشاينا فانيلا، حلفوا بالطرف الاخر اوكسجين تشاينا نيوك، حلفوا بالطرف الاخر فيوري بجيش اليو اس اي ليزر، والفريق الاخر بي اي ال بجيش اليو اس اي سوبر ووبنز، جيلي فيش جي ال ستيلث، واخرا وليس اخرا دبليو ام بجيش تشاينا نيوك. في كتير اشخاص عم تكتب بقسم التعليقات انشر جيمات تواليت فريم 50,000 لانه نشرك لجيمات ال 50,000 عم بتكون نادرة عم بتكون قليلة، وانا معكم بهالكلام، كلام صحيح مليون بالمية، ولسبب بسيط وهو انه جيمات التواليت فريم 50,000 عم بتكون بالفترة الاخيرة جدا نادرة صدقا. اغلب اللاعبين ميالين لجيمات الطيران والاير جيم والون في ون، لاعبين ال 50 كي عم بيحاولوا يعملوا سبامينج على جيمات ال 1 في 1، واهم اللاعبين يعني مثل ريل وباقي اللاعبين ما بدنا نذكر اسامي. فجيمات ال 50,000 عم بتكون جدا نادره يا رجل، واذا كان في جيمات 50,000 عم بتكون عاديه يعني لازم يكون 6 لاعبين مستواهم جيد جدا لحتى يطلع معك جيم خرافي، وهذا واحد منهم على فكره، فاعذروني على قله النشر بجيمات ال 50,000، صدقا عم حاول يكون الجيم اسطوري لانه غير هيك جيمات 50,000 ما بتنشاف. طيب جازا بيطلع طيران، اوكسجين جيش تشاينا نيوك سبام باتل ماستر اكيد، اليو اس اي ليزر طالما في قدامه تشاينا نيوك 100% راح يطلع فيز معبيين جنود، تمام، 3 باركس مع وور فاكتوريز. بالطرف الاخر جيلي فيش جي ال اي ستيلث قدامه تشاينا نيوك، صراحه محطوط بموضع لا يحسد عليه الجنرال جيلي فيش. دبليو ام بجيش اليو اس اي سوبر ويبنز كمان راح يطلع فيز، واول الضربات جاهزه. حرام خسر طيران بالاي ام بي، خسر طيران بالاي ام بي جازة من بداية اللعبة، خسر شوية ميكس جازة بعد ما حاول يعمل كابتشر ديناي، ولكن الخسارات كانت كبيرة عند جازة ببداية اللعبة. هامفيز معبيين مثل الديفندر او مثل لانشر من الجنرال فيوري. بالطرف الاخر اوكسجين تشاينا نيوك على ما اعتقد لازم يعمل باش على جيل ستيلث تشاينا نيوك، طبيعي جدا يعمل باش على خصمه الاضعف جي ال اي ستيلث. فيوري بيسحب لورا، بالطرف الاخر اوكسجين او جيلي فيش عفوا بيحاول يبعث هاي جاكر لحد يسحب طاقه. جي ال اي ستيلث بحاجه الى الطاقه من بدايه اللعبه، ولكن الجاتلينج من جازه تعطر الطريق الموتوبايك. بالطرف الاخر فيوري بفايت صغير مع بي اي ال، بي اي ال زورو طبعا اسمه، ولكن خلونا نقول له بي اي ال لانه شوي غريب اسم زورو. طيب باتل ماسترز من الجنرال دبليو ام، طبعا اللاعبين الست قدموا اداء حلو، ستة لاعبين قدموا جيم خرافي، اداء خرافي جدا، لعب لغبار عليه من كل اللاعبين بي اي ال دبليو ام وجيلي فيش والفريق اللي فوق تيم جازا يلي راح يضرب ضربة اسطورية بالميكس. ممتاز ممتاز، دمج تدميج ولكن دمج جيد من جازا، بيشيل الاي ام بي الموجودة هون. بالطرف الاخر فيوري يتقدم بعد ان فتح الطريق له جازا، والفايت يتجدد ما بين فيوري وبي اي ال. بالطرف الاخر دبليو ام بجيش محترم من الباتل ماسترز، اوكسجين لحد الان بعيد 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 عن ساحه المعركه ولكن ما اجى دوره بعد. اوكسجين ايضا ابدع بهالجيم، راح يعمل شغل اسطوري جدا، ولكن بعد لحظات او بعد دقائق معدوده الجنرال فيوري بيسحب جيوشه لورا، وحده اويل لبي اي ال، وحده لدبليو ام، مبنى الريفاينري لبي اي ال بجيش السوبر ويبنز. حركه حلوه انه مسيطر على الريفاينري، برخص له اليونتس طالما هو يو اس اي سوبر ويبنز، كل شيء عنده غالي. جاذب الطيران، جاذب الميكس، يبحث عن هدف جديد ويخطط لضربه جديده وسترايك جديد. فيوري 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 حاول التقدم، وغطاء جوي من جازا ممتاز جدا، ضربة أسطورية من جازا يا إلهي،
أول محارق جازة وأول مقابر جازة في اللعبة. يفتح الطريق مرة أخرى ويساند الجنرال فيوري، ما زال فيه عدد جيوش خرافي أمام الجنرال فيوري في ساحة المعركة. أوكسجين بالطرف الآخر، أوكسجين عم بتكتك على مهله، عم بيلعب بأسلوب استراتيجي تكتيكي متريث. فيوري بيرجع لورا، أعتقد أرتلري من جازا صار رانك 3 أول جنرال، برنك الجنرال جازا أرتلري على الأويلات 100%. PAL ينسحب إلى الوراء والدبليو أم يتقدم إلى الأمام. الكاربت الأسطورية، الكاربت من جازا، حرام لو ضرب على الجيوش. جازا ضرب على الأويلات، ضربة حلوة من جازا. بالطرف الآخر أوكسجين يتقدم لمد يد العون لحلفائه، والجنرال فيوري بالطرف الآخر. جازة بالطيران مرة أخرى، جازة بالطيران، ولكن الإي سي أم موجود هالمرة، الإي سي أم موجود هالمرة، ولكن مع ذلك ضربة أكثر من أسطورية من جازة. يساعد حليفه فيوري يلي عمل سبام بالفيز ضد الباتل ماسترز، لاحظ دمار شامل بالهامفيز. أوكسجين يحتل منتصف الخريطة بالنيو كانينز، استراتيجية رائعة جدا من قبل الجنرال الأخضر أوكسجين. بالطرف الآخر فيوري ينسحب انسحابا تكتيكيا ويعود بالتقدم إلى الأمام. بي اي ال بحاول يستغل الفراغ اللي موجود عند أوكسجين، أو بحاول يلف على جيوش أوكسجين لحتى يشيل النيو كانن. حركة حلوة من بي اي ال، وجازة مرة أخرى بالطيران بيرجع لورا، ما بيضرب فرصة أكثر من ذهبية أمام الجنرال بي اي ال لحتى يتقدم، ولكن 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 في عدد نيو كانينز مع أوفرلورد خرافي عند الجنرال أوكسجين بالطرف الآخر. من الممكن أن يخسر نيو كانن، ولكن هرب أو خسر 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 نيو كانن. جازة بالطيران مثل ما قلنا بجيش الميكس المخيف وجحافل الهامفيز من الجنرال فيوري، عدد خرافي من الفيز وعدد خرافي من الأوفرلورد والجاتلينكس بالطرف الآخر من الجنرال دبليو ام. ما عرف ليش عم يعمل باش لحاله بي اي ال، اعتقد لازم يكون في تنسيق اكبر مع حليفه، ولكن رجع لورا. جازة بالطيران مرة اخرى، جازة مرة اخرى، يا الهي ضربة اكتر من خرافية من الجنرال جازة. لاحظ عدد الفيز، يا الهي تقريبا 10 همفيز، ما لي فاضي عدن ابدا ما لي فاضي عدن خايف روح شي ضربة. الجنرال دبليو ام يتقدم الى ارض الجنرال فيوري، طبعا استغل فرصة انه جازع بيعمل ريلودينج بالطيران، فيتقدم وبيشيل اويل اللي عند الجنرال فيوري. الفيز المعبئين جنود قوازف اكتر من خرافي ضد جيش تشاينا نيوك، ممتاز ممتاز. الكاربت من جازع، حرامات حرامات، مبكرة جدا الكاربت، كان راح يضربها على جيوش دبليو ام. من المنطقي انه جيش دبليو ام تتقدم لقدام شوي بعد ما يشيل الاويلات، لهيك جازا ضرب الكاربت، ولكن دبليو ام انسحب لورا. اخفاء الجيوش، طبعا في اشخاص سالت عن هاي الحركه انه كيف تشاينا وخفي جيوشه، طبعا حليفه جي ال استلث اخذ الجي بي اس سكرامبلر من النجوم من الستارات، وبدل ما يخفي جيوشه خفى جيوش حليفه. هاي حركة معروفة بالتواليت فليم، في كتير اشخاص بتسأل عنها على فكرة، بتقول كيف تشاينا وخيفي جيوشه. لا الاشخاص ما بتعرف حليفه الستيلث جيلي ستيلث بيخفي له جيوشه. طيب بالطرف الاخر فيوري يتقدم مرة اخرى على جيوش الجنرال دبليو ام بجيش الفيز، وجازة بالطيران هل يفعلها مرة اخرى؟ جازة يفعلها مرة اخرى، محرقة جديدة من محارق جازة بجيوش الدبليو ام. بالطرف الاخر فيوري 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 ما زال حلو حلو، سبامه كتير بالفيز، سبامه رائع بالفيز. اوكسجين هالمرة صار موجود، اوكسجين يساند الجنرال فيوري، لازم لازم يساعده، لازم اوكسجين يتدخل، لانه واضح انه فيوري ضد جيش الفيز وضد جيش تشاينا نيوك، فلا اعتقد انه يقدر يصمد قدام اثنين. المساعدة مطلوبة من قبل الجنرال اوكسجين والسبكتر على اويلات فيوري، خلاص راح الاويل على ما اظن. ضربة اسطورية صارت هون، ممتاز جدا، ايتن سترايك على جيوش الاوكسجين، على ما اعتقد نيوك كانن، على ما اعتقد نيوك كانن ضربت وتفجرت على ما اظن،
لا والله نيو كانن ضرب جيوشه، حرام اكسجين، حرام ضرب جيوشه. الكاربت 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 الخطيره يا الهي، ما الذي يجري في ساحه المعركه؟ ما الذي يجري في ساحه المعركه ما بين الفريقين؟ اكسجين عمل تدخل كتير حلو، عمل مساعد كتير حلوة. البرتن بيحاول يشيل الاسي ام، طبعا ما في شيء، ما في مضادات جنود تشيل البرتن، ولكن تشاينا نيوك بيشيل الجنود. اليورانيوم يلي بالارض، تأثير النووي يلي بالارض بيشيل الجنود بأريحية تامة. ارتلري جديدة من جازا، واكسجين مازال موجود في ساحة المعركة. بي اي ال يرسل مزيدا من الفيز للمساندة. خلينا نشوف الارتلري لوين راحت من جازا. الارتلري للأسف لا والله لا والله، بعد ما راحت علينا، بعد ما راحت علينا الارتلري. حلو، بيضرب اقتصاد الجنرال بي اي ال. الجيم بيهدى شوي بعد بعد محارق ومعارك طاحنة ما بين الفريقين. جازا خسران اويل، بي اي ال خسران اويل، اكسجين خسران اويل، والاويل الوحيدة المتبقية عند الجنرال جيلي فيش يلي للأمانة ما شفنا كتير بساحة المعركة بالفايتات، ولكن جي ال اي ستيلث يعني اعتقد يعني صعب شوي يتواجد وصعب شوي يواجه. لازم يطلع بلس، بعد بلس يعبي باصات لحتى يقدر يقاوم يعني ضده في تشاينا نيوك وتشاينا عادي بالطيران ويو اس اي ليزر. طيب جازا ما زال موجود بالطيران، في ارتلري على ما اظن، سمعت صوت ارتلري انضربت. حلو، بيشيل نيوك كانن هون، حلو حلو، بيشيل عفوا بومب تراك تنشال مع نيو كانن. ارتلري على البروباغندا سنتر تبع جازا، وبيخسر اثنين هاكرز. بالطرف الاخر فيوري 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 يتقدم في كاربت من اوكسجين، كاربت انضربت، خلصت من اوكسجين على الاويل. حلو، فنش الاويل تبع جيلي فيش. وجازا مرة اخرى، اوه ماي جاد، جازا مرة اخرى، جازا مرة اخرى يا الهي، بيشيل عدد باتل ماسترز محترم مع واحدة اوفرلورد، اربعة خمسة باتل ماسترز، ستة باتل ماسترز على ما اظن مع واحدة اوفرلورد. ضربة فجائية من جازا، حمى جيوش فيوري بالطرف الثاني. طيب دبليو ام بينسحب لورا، بي اي ال بيجمع جيوشه، اكسجين 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 موجود ولكن بشكل مثل ما لك شايف بشكل خفيف في ساحة المعركة. جيوشه تدمرت بالهجوم الأخير بالمساندة الحلوة يلي عملها اكسجين. خلونا نشوف دبليو ام شو عم يعمل اذا بلش اقتصاد. لحد الآن ولا هاكر، بي اي ال دبليو ام عفوا، لحد الآن ولا هاكر. بالطرف الثاني بي اي ال عدد دروب زون رائع جدا، اقتصاد حلو من بي اي ال. وجيلي فيش خلينا نشوف اذا في بعد هون، في بعد هون دروب زونات ل بي اي ال باللون البرتقالي، وعنده دروب زون هون ممتاز على ما اعتقد افضل اقتصاد لحد اللحظه هاي، لحد الدقيقه 13 من اللعبه هو اقتصاد الجنرال بي اي ال. خلينا نشوف اكسجين، اكسجين كذلك الامر اقتصاد حلو. بلش هاكرز، هاكر سنتر مليان وعم بيحاول يعبي هاكرز في مختلف. مرة أخرى يفعلها طيران تشاينا فانيلا. يا إلهي، عدد خرافي، ما صار رانك 5، صار رانك 5 من زمان جازة. طيب في كاربت، في كاربت ضربت وخلصت على ما أظن، الكاربت ضربت أرض فيوري. خلاص خلاص، فنش الجيوش مجتمعة طيران تشاينا فانيلا، طيران الجنرال جازا. اكسجين خسر الاوفرلورد اللي هون، خلاص الجيم نشف على الاخر. نشف على الاخر الجيم، ما بقى في قوات في ساحة المعركة سوى قوات الجنرال اكسجين، ثلاثة اوفرلورد فقط لا غير. تخيل بعد هالمعارك الطاحنة، بعد هالحرب العالمية الثالثة التي حصلت في ساحة المعركة، لم يتبقى سوى ثلاثة أو أربعة دبابات في ساحة المعركة، ولكن القادم أعظم، القادم أجمل. طبعا جيرال فيوري سحب جيوشه لأرضه لحمايته على ما أظن من الكوربت أو ما شابه. طيب دبليو ام مستغرب منه حركة الاقتصاد، مستغرب كتير حركة الهاكرز، وين الهاكرز، وين الاقتصاد يا رجل؟ معه 1550، خلينا نشوف عنده بروباغندا سنتر وعم يبني باركس، على ما اعتقد يطلع هاكرز
ولكن اتأخر، أكيد اتأخر. لاحظ اقتصاد أكسجين اقتصاد جاهزة مقارنة بجيوش تشاينا اللي ضده، ولكن خلونا نشوف يمكن يكون عنده استراتيجية مختلفة. الجنرال دبليو ام ببيع الور فاكتوريز، ما زال عنده جيش على فكرة، ما زال عنده جيش حلو دبليو ام، ولكن طيران جاهزة موجود للحالات الدفاعية وللضرورات الدفاعية. ارتيلري من الجنرال جازا، سيرش اند ديستروي طبعا بعد ما دمر الاستراتيجي سنتر رجع بناء الجنرال بي اي ال. طيب ارتيلري من جازا مع الطيران على ما اعتقد يضرب ضربه مزدوجه على ما اظن. خلينا نشوف الارتيلري لوين رايحه المدفعيه من جازا. طبعا شايف هو وعارف انه بي اي ال اكبر اقتصاد، فلهيك عم بيضرب الجنرال بي اي ال وعم يستهدف اقتصاد الجنرال بي اي ال. حلو، وقف دروب زون، شال دروب زون، ممتاز. كاربت من اكسجين اسطورية بالمليمتر بالمليمتر، الكاربت تبعيت اكسجين والارتيلري تبعيت جازا اكثر من خرافية. شال فيها دروب زون قيد البناء وفنش فيها دروب زون تاني. طيب الجيم برجع لمرحلة الهدوء مرة اخرى. اوه سنيك اتاك خطيرة جدا من الجنرال فيوري، يا الهي سنيك اتاك خطيرة. ولكن 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 وين الجيوش؟ وين الجيوش؟ وين الجيوش؟ فتح سنيك اتاك بأرض جازا، ولكن للأسف الشديد ما في جيوش. حبي يا شيخ يا حرام، ما في جيوش. التنل عفوا وليست سنيك اتاك، تنلين يا شيخ، تنلين بأرض جازا، تنلين بأرض جازا. ولكن حرام 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 حرام، لو في جيوش عند جيليفيش حرفيا كان كيك جازا من اللعبة بدون مبالغة. تنولين على أرض التشاينا والتشاينا طالع طيران، يعطيك العافية. لو في جيوش حرفيا كان ينشل. الباصات بيحاول يقرب ليشيل الهاكرز، على ما أعتقد في بقلبهم جارمن كل، على ما أظن في بقلبهم جارمن كل، ولكن الباصات ما وصلت. عدد الطيران لا بأس فيه عن جازة. لاحظ بالطرف الثاني الجنرال فيوري، خلينا نشوف اقتصاده. فيوري 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 كمان ما عنده اقتصاد على فكرة، فيوري كذلك الامر ما عنده اقتصاد. بي اي ال يحاول التقدم على جيوش اكسجين، ولكن في قدامه ثلاثة فقط اوفرلورد. التنلات على فكرة ما زالت موجودة. جارمن كل حلو كتير حلو من جيليفيش، والله عم بيقدم اداء حلو جيليفيش. ارتيلري اوه بتصيد الهاكرز، هاكر تلو الاخر، اوه راح يعمل مصائب باقتصاد الجنرال جازا. ممتاز الميك بيضرب فورس سترايك او فورس فاير على الارض لحتى يضرب الجارمن كل. خلينا نشوف الارتيلري من الدبليو ام لوين رايحه. الارتيلري على اقتصاد الجنرال فيوري، ممتازه جدا، ضربه موجعه جدا على اقتصاد الجنرال فيوري. طالع هاكرين لحد الان الدبليو ام. الجارمن كل ما زال بارض جازا، ولكن في اوت بوست، في اوت بوست راح تجي وتكشف الجارمن كل وكشفت التنلات. خلينا نشوف من الطرف الثاني. اوه 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 في دروب بالجيم طبعا. هيك بحاله بحاله الدروب بهالجيم بيكون حدا عم بيحرك تحريك مكثف بجيوشه، يعني بمعنى ادق كيو كيو عم بيحرك جيوشه. لاني عدت الريبلاي كذا مره ومش مش من عندي اكيد، يعني عدت الريبلاي كذا مره بهالوقت 18 دقيقة 19 دقيقة بالضبط عم بيصير فريم دروب، ففي شيء يتحرك بالجيم. طيب بالعودة الى سياق اللعبة مرة اخرى، الجنرال فيوري بيسحب همفياته، تقدم للجنرال بي اي ال على حساب الجنرال اوكسجين. خلونا نشوف اذا راح يقدر يشيل جيش الفيز يلي قدامه. طبعا بلو ماينز بالارض، ولكن جازا جازا هل سيتدخل مرة اخرى؟ نعم سيتدخل مرة اخرى الى صالح الجنرال اوكسجين. اوه لا والله لا والله لا والله، انسحب 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 بي اي ال، ما بي عنده شيء غير الافنجر. في شينوكس من فيوري بارض اوكسجين، خلينا نشوف اوكسجين. حلو سنيك اتاك من جيلي فيش، وحش الانفاق في هذه اللعبة على ارض الجنرال اوكسجين، ممتاز جدا. جيش كواد حلو حلو بيحاول يقرب على هكرات الجنرال اوكسجين. حلو بعد ما ضرب جزاء، اوه التطويرات التطويرات بدأت. اوه الاي ام بي الاسطوري مع الكاربت الاسطوري من اوكسجين. لوين 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 جيلي فيش؟ حلو اوه حرام 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 حرام،
حرام. لاحظ كم تطويرة نزلت على السنيك اتاك. ليش؟ لأنه اقتصاد وما زالت التطويرات عم تنزل، لأنه اقتصاد أكسجين لا بأس فيه، وتشاينا نيوك يعني إذا بيضرب له اقتصاده بوقف تشاينا نيوك على ما أعتقد خلاص يقلب موازين الجيم. فسنيك اتاك كان بمكان الصحيح من الجنرال جيلي فيش، ولكن للأسف التطويرات كلها نزلت على السنيك اتاك تبعيد جيلي فيش. طيب خلاص مع ارتلري يا الهي يا الهي، كل هالتطويرات يا رجل يا رجل خلاص راح النفع مش الحال. طيب في الطرف الاخر في اي ال ما زال موجود فيوري عم يسحب جيوش لورا، طبعا عم بحاول يحافظ على هومفيز لانه عارف حاله اذا خسروا اقتصاده ما راح يساعده. طيب خلونا نشوف دبليو ام يا الله دبليو ام، ما بدي كرر نفس النقطة وما بدي عيد نفس الكلام، ولكن يعني الحال بيشرح عن حاله الجنرال دبليو ام. لو مش متأخر شوي بالاقتصاد والله كان عمل فرق. لو باور عند الجنرال بي اي ال، ضربوا له الطاقة. جازا بيبعت ارتلري جديدة على ارض الجنرال بي اي ال. طيب على الاقتصاد مرة اخرى بيشيل اثنين دروب زون بارتلري، ممتاز. جيلي فيش خلينا نشوف اقتصاد جيلي فيش كمان عم يضربوا له اقتصاده على فكره كمان. فيوري واكسجين عم يستهدفوا اقتصاد جيلي فيش. ما كتير ركزنا على ارض جيلي فيش، حبينا نركز على المعارك، حبينا نركز على الطلبات الاخطر. جازا بيضرب الشينوكس، كان في دروب بالشينوكس، جازا بيشيل الشينوكس من الجنرال بي اي ال. حلو التنشر، حلو على فكره من جازا. لاحظ بي اي ال ما زال بيعد شينوكس، ما بعرف لو راح فيهم، من الممكن انه يكون حاطط فيهم باث فايندر. والله اعلم. خلونا نشوف. لو مليون بالمية حاطط فيهم باث فايندر. ليه؟ لانه بعت قسم منهم عند جازا والقسم الاخر بعتهم عند الجنرال اوكسيجين وجيلي فيش مرة اخرى. خلونا نشوف. ممتاز ممتاز ممتاز، خطة حلوة، ولكن جازا موجود. سنيك اتاك على ما اعتقد ما فتح لحتى يطالع جيوش، فتح لحتى يحمي الباث فايندر تبعه لحليفه. حركة حلوة من جيلي فيش، ممتاز. الباث فايندر من بي اي ال، حركة حلوة، محاولة لإحداث الضرر بجيش باقتصاد جيش تشاينا نيوك. بالطرف الثاني شال عدد هاكر، ولكن مش هالصفقة الرابحة للأمانة. خسر شينوكس وخسر باث فايندرز، ولكن ضربة حلوة للأمانة، استراتيجية حلوة من بي اي ال. طيب ارتلري جديدة على ما اعتقد هالمرة من دبليو ام، جيش تشاينا نيوك باللون الاحمر من زاوية الخريطة تتقدم. هلا بنشوف لوين رايحة، عم يدور على الباث فايندر على فكرة، بده يشيل الباث فايندر. حلو، ان شاء الله اول واحد، ممتاز. طيب ما في باث فايندر تاني، ما في باث فايندر تاني. خلونا نشوف الارتلري لوين رايحة، ممتاز. بيشيل فيها دروب زون وبشيل فيها رياكتور الطاقة، ما بعرف ليش بيني له الطاقة على واجهة أرضه، تقريبا على الكليف بين الطاقة. على ما أظن برأيي الشخصي طبعا، باعتقادي طبعا، هذا شيء خطأ من الجنرال فيوري يلعب، قدم لعب حلو. فيوري 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 كيف أصبح هنا الجنرال فيوري؟ على ما أظن عمل دروب بالشينوكس، على ما أعتقد عمل دروب بالشينوكس على أرض الجنرال جيلي فيش، بيحاول يشيل بلاك ماركتس. بالشينوكس وصل على ارض الجنرال جيلي فيش، دروب حلو من فيوري على ارض الجنرال بجيش جي ال اي ستيلث. اوكسجين يستعيد عافيته من جديد وبجيش محترم جديد. خلونا نشوف الفيز شو عم تعمل بالطرف الثاني. الغام حلو 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 عند الانفاق. دروب حلو، شال فيه بلاك ماركت، استفاد من الدروب لو انه خسر هامفيز، ولكن عمل ضرر بالاقتصاد، ضرر حلو. الهامفي لازم ينزل جنود على ما اظن، حاول يشيل الكواد الكواد الكواد. والله شال الكواد، ممتاز. خلونا نشوف جازا جاء فيهم باث فايندر ان شاء الله طبعا. اوكسجين بجهز جيوش في منتصف الخريطه، و بي اي ال بالطرف الثاني موجود. ما بعرف ليش ما عم بيروح بيساعد حليفه، يمكن لانه اثنين فيز خلاص ما بقى في شيء بارض حليفه جيلي فيش. طيب اوكسجين جازا على ما اعتقد رايح على جيوش راي. السوبر ويبنز اكثر من خطير ضد المكس. اكس حلو، انتبه
انتبه على الميكس دبليو ام عم بيحسن اقتصاده شيئا فشيئا، وبي اي ال يا إلهي اقتصاد رهيب حرفيا الافضل ما زال حتى اللحظه هي بالاقتصاد. ارتيلري جديده الان من اوكسجين، الارتيلري هالمره من الجنرال الاخضر اوكسجين، واوكسجين يتقدم بالتعاون مع جازا. جازا بيحاول يشيل الاي ام بيز، يفتح الطريق مره اخرى امام الجنرال اوكسجين، الطريق السالك امام الاوفرلودز. الارتيلري حرام 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 الهاكرز قراب لبعض، الارتيلري من اوكسجين اكثر من اسطوري على الهاكرز تبعوا الدبليو ام. بالطرف الاخر حلو بي اي ال بيحاول يقرب ويساعد نفسه، بيحاول يدافع عن نفسه. الانتراكس اكثر من اسطوريه من الجنرال جيلي فيش على الاوفرلوردز، ولكن التشاينا نيوك صعب صعب تتعامل معه بالانتراكس، اولا لانه سريع، ثانيا لانه اوفرلورد، اوفرلورد ما راح تتضرر من الانتراكس ولو تضررت فبترجع بتصلح نفسها بنفسها لانه مع سبيكر تاور. ولكن حركه الانتراكس كانت حلوه، توقيتها كان رائع جدا من الجنرال جيلي فيش. خلينا نشوف اقتصاد جازا بالطرف الثاني، خلينا نشوف ارض فيوري من الطرف الثاني، تشيكه سريعه على اراضي تيم جازا. طيب دبليو ام هاز بين ديفيتد، دبليو ام هاز بين ديفيتد بعد الضربه الاسطوريه يلي تلقاها من الجنرال اوكسجين، وكان خليك بالجيم لو بدك تضرب تطويرات فقط لا غير. عطى حليفه باور على فكره، عطى الجي ال اي ستيلث باور على فكره. بيرتن من بيرتن من فيوري، بيرتن حلو على فكره ولكن انكشف. طيب دبليو ام خارج ساحه المعركه خلاص، الضربة كانت قاسية جدا، ولكن على ما أظن يعني الهاكرز كان موقعهم كتير قريب لبعض فانشالوا كلهم يعني، وقالوا عم يجمع فيهم من بداية اللعبة، فأعتقد هاي أسباب أكتر من كافية لحتى يطلع دبليو أم من اللعبة. حلو حلو جازة مرة أخرى بشيل الشينوكس، في دروب شينوكس للجنرال دبليو أم، بيوصل منهم واحدة فقط لغير شينوك، واحدة فقط لغير. جازة بيحاول يحرك الهاكرز، بيحاول يشيل الهاكرز قبل ما توصل الشينوك، وخلاص انشالت للأسف، ما استفاد شيء من الدروب اللي كان من الممكن انه يحدث فرق باللعبة، اللي كان من الممكن انه يعمل شيء باللعبة. بعيد بذكر دبليو ام خارج اللعبة، دبليو ام هاز بين ديفيتد سرندرد. بالطرف الاخر اوكسجين جيش خرافي من الاوفرلوردز يتقدم الى ارض الجنرال دبليو ام سابقا، الارض اللي صارت للجيلي فيش حاليا ببيع القاعده على ما اظن. باع القاعده، ما في طاقه، معقول ما كان عنده طاقه دبليو ام، بحاجه للطاقه طبعا جي ال ستيلث. طيب اوكسجين على مشارف ارض الجنرال جيلي فيش، حلو حلو. بالطرف الاخر بي اي ال، حلو دفاع حلو من بي اي ال، ممتاز ممتاز على الاوفرلوردز. بيحاول يفاجئ الاوفرلوردز ولكن راح تقريبا نص جيش الفيز. وجازة جازة جازة بالطيران، جازة بالطيران، جيلي فيش صار عنده اوفرلوردز، صار عنده نيوك باتل ماسترز، وجازة مرة اخرى، جازة مرة اخرى، ولكن هالمرة الافنجر موجود، خسر طيران ولكن ضربة لا بأس فيها من جازة، ولكن الخسارات كبيرة على فكرة، خسارات لا بأس فيها عند جازة. طيب في شيء عم بيعمله جازا واللي هو انه عم يعمل جدار جاتلينجز على ارضه، عم بيعمل حائط دفاعي وفاير وول من جازا على مشارف ارضه طبعا حتى ما توصل التطويرات. طيب المعركة تتجدد ما بين اوكسجين الذي اصبح سيد ارض المعركة في الدقيقة 29، نصف ساعة من الطحن المتواصل ومن المواجهة العنيفة ما بين الفريقين، تيم بي اي ال الفريق الذي لا يستسلم باستثناء دبليو ام مع احترام له طبعا من باب المزح انا عم بحكي. فريز فريز خطيره جدا من اسطوره الدفاع بي اي ال، فريز خطيره جدا، ويستفرد بجيش الاوفرلورد، يستفرد بجيوش الاكسجين. جازا يتحرك لانقاذ حليفه اكسجين،
ولكن الأفنجر 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 مع فيول بومب فيول بومب عزيزي المشاهد فيول بومب فيول بومب خطيرة جدا 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 يا إلهي يا إلهي. 1 2 3 4 5 6 7 أوفرلورد بفيول بومب واحدة ولكن أكسجين يا جبل ما تزكريح لك على الاقتصاد الخرافي. فيول بومب أكثر من أسطورية من بي اي ال. والله وحش والله وحش دفاع بي اي ال على مشارف أرضه وعلى أبواب أرضه دمر جيوش أكسجين بالكامل. ولكن لا أعتقد أنه يعجز أنه يرجع يعمل جيش بسهولة تامة. بيرجع بيعمل جيش ما بعرف صدقا مش عم بحرق من أحداث الجيم ما بعرف إذا رح يعمل جيش أو لا. ولكن اقتصاده واضح أنه بيعمل جيش أسطوري أكثر من الجيش اللي راح. جازة 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 كمان جازة عنده إمبراطورية هاكرز قلعة هاكرز صيني من الجنرال جازة. فيوري فيوري لهلأ عم يتلقى ستارات ولهلأ طلع جازة عم يحمي فيوري حرفيا. هالجنرال منيح منه اقتصاده بعده موجود. منيح منه اقتصاده بعده موجود. لاحظ لاحظ بستارات كلها على أرض الجنرال فيوري على الدروب زون تبع فيوري. ما عم بلحق يبني دروب زون والتاني إلا عم بيكون مدمر له 2-3. أكسجين بيرجع بيبني جيش مرة أخرى يبدأ في بناء جيش جديد من الأوفرلوردز عزيزي المشاهد مع الإي سي أم. وجازة جازة ما زال يحلق بالطيران قدم أداء جدا حلو بالطيران. طبعا من الممكن بهيك أوقات تفكر أنه الجيم انتهى ولكن لا القادم أجمل حرفيا القادم أجمل. لسه في لقطات أسطورية بالجيم بعد ما شفناها ورح نشوفها فطول بالك وكفي الفيديو للآخر صدقا عشان ما تروح عليك أمتع السترايكات يلي رح تصير. حلو أرتلري حلوة من جازة على سنيك أتاك. في سنيك أتاك سنيك أتاك جديدة ولكن هالمرة وين سنيك أتاك سنيك أتاك حلو حلو من جيليفيش. يا رجل وين الجيوش وين الجيوش عم تفتح سنيك أتاك ولكن وين الجيوش وين الجيوش. طبعا ما بيقدر يطالع جيوش لأنه اقتصاده عم بينضرب اقتصاده عم بينضرب أول بأول. جيليفيش للأسف السنيك أتاك عم بيفتحها مكانة أكتر من أسطوري مكانة أكتر من رائع ولكن للأسف الشديد ما في جيوش عند الجنرال جيليفيش. طيب خلينا نشوف الطرف الثاني عنده طاقم مثل ما قلنا جيليفيش ومستفيد من الهاكرز. طبعا الهاكرز صاروا لجيليفيش. طيب أكسجين أكسجين حصل جيش جيش خرافي من أكسجين. خلينا نشوف جازة بالطرف الثاني عم يطلع طيران وبلش يطلع جاتلينجز مع اي سي ام ارضا وجوا. الجنرال جازة جاتلينج طبعا مع شينغون اكيد. خلاص 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 جازة ارضا وجوا يساعد اكسجين ولكن بي اي ال كمان عنده جيش بالطرف الثاني. بي اي ال كمان عنده جيش وراح يجي جيليفيش ويساعده لبي اي ال وراح تصير معركة طاحنة ما بين الفريقين. سبكتر 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 بتوصل على الاستراتيجي سنتر تبع الجنرال بي اي ال. طبعا الانظار كلها تتوجه نحو الجنرال بي اي ال لانه خلاص صار الاقوى وصار الاكبر من تيم بي اي ال. حلو جازة بجيش جاتلينج بجيش جاتس مثل ما قلنا مع الاي سي ام. بالطرف الاخر عنده طيران وأكسجين في الناحية الأخرى بجيش أوفرلوردز مع إي سي إم يتقدم. تنسيق حلو على فكرة ما بين جازة وأكسجين عم بيلعبوا بقلب واحد وكأنهم لاعب واحد. لاحظ عم بيقربوا سوا وبيعملوا باش سوا. طبعا جازة طلع بالجاتلينجز لأنه في قدامه دبابة الأفنجر كتير صعب يشيلها بالطيران صعب جدا يشيلها بالطيران فبده يشيل الأفنجرز بده يشيل الجيش مع الإنفيرنو مع البلاك نيبالم الحراء من الجنرال جازة. خلاص جازة يتقدم وفيوري أيضا يتقدم للمساعدة. أين أنت يا أكسجين أكسجين بيعمل باش على الطرف الثاني. حرائق جازة ما زالت مستمرة حرائق جازة ما زالت مستمرة
في ساحة المعركة. عزيزي المشاهد، جيوش جازا ما زالت تحرق في ساحة المعركة، جيوش الجنرال بي اي ال او ماي جاد. بالطرف الاخر اوكسجين جيش خرافي من الاوفرلوردز والكاربت من اوكسجين تتقدم، ما بعرف لوين رايح بالكاربت. تنسيق رهيب وتعاون اسطوري ما بين جازا واوكسجين وفيوري. اوكسجين خلاص على ما اعتقد ايزي الا اذا في تطويرات. بي اي ال عم بيحاول يعمل دروب معاكس هجوم مضاد من الجنرال بي اي ال على ارض الجنرال اوكسجين، بده يفوت دروب على ارض اوكسجين باي طريقه ممكنه. حلو، فريز ممتاز جدا يفعلها مره اخرى، بي اي ال يفعلها مره اخرى بجيوش اوكسجين، بي اي ال هل يفعلها بالفيول بومب مره اخرى الجنرال بي اي ال؟ ما بنعرف، هلا بنشوف، هلا بنشوف اذا راح توصل الفيول بومب. حلو حلو، اوه الاي ام بي بتشيل الشينوكس باريحيه تامه هالمره. فريز بدون فيول بومب، خلاص جازا بشيل الدروب والكاربت. او فيول بومب ماذر اوف اول بومبس، خطيره جدا من بي اي ال، ماذر اوف اول بومبس خطيره جدا من الجنرال بي اي ال. وحش بالدفاع، حرفيا وحش حقيقي بالدفاع. فيوري جيوش انسحبت لورا ليدافع عن اوكسجين ولكن يعود الى ساحه المعركه لمساعدة أوكسجين. هذا الجيش الذي يتقدم سيدخل عاجلا أم آجلا إلى أرض الجنرال بي اي ال. خلينا نشوف، في سنيك أتاك، في سنيك أتاك، سامع صوت سنيك أتاك ولكن صعب جدا نشوف وين، صعب جدا نعرفين. أها سنيك أتاك من جيليفيش، ولكن مرة أخرى جيليفيش للأسف الشديد ما في جيوش، ما في جيوش مرة أخرى عند الجنرال جيليفيش. أيتن سترايك من فيوري على أرض جيليفيش. حلو حلو، اوكسجين وجازا على مشارف ارض الجنرال بي اي ال. ممتاز فيوري، خلينا نشوف الايتن وين رايحه. الايتن ضربت وخلصت، الايتن ضربت وخلصت على ما اظن. يا الهي اي لقطه بدك يعني صور لصور، اي لقطه بتحب صور لصور، الاسبكتر الدفاعيه ولا الكاربت الهجوميه ولا الايتن سترايك ولا الهامفيز تبعوا لفيوري ولا الارتيلري تبعيد جازا ولا الهامفيز بالطرف الاخر ايضا لفيوري. او جيليفيش هاز بين ديفيتد، جيليفيش خارج اللعبه، جيليفيش از سورندرد. بالطرف الاخر طيران جازا، طيران الجنرال جازا، خلاص خلاص بي اي ال بعد ما قدم اداء جدا اسطوري هاز بين ديفيتد. اتمنى انه كان جيم ممتع، رجاء اذا عجبك الفيديو ما تنسى دعمه بلايك. كان معكم اخوكم علاء رضا والسلام عليكم.